ما حد يقدر ينكر إبداع فريق نوتي دوغ في تقديم كراش بانديكوت، واحدة من أمتع ألعاب البلاتفورم في ذاك الزمن. فريق نوتي دوغ اللي اشتهر حديثاً بتقديم أنشارتد ولاست أوف أس أحد روائع الجيل الثامن، واشتهر قديماً بتقديم ثلاثية كراش. سلسلة كراش بدأت بسنة 1996 وجت الفكرة بتقديم لعبة منصات، وكان مصدر الإلهام الرئيسي لهم ألعاب مثل دونكي كونغ، سونيك وماريو. كان هذه الألعاب كانت ناجحة جداً في عصر 16 بت، وفعلا هذا اللي حصل. ثلاثية كراش قدرت تحقق مبيعات ونجاح ضخم، وبعدها قرر فريق التطوير نوتي دوغ يقدم واحدة من أمتع ألعاب الكارت في ذاك الزمن. أنا ما أبي أدش بتفاصيل أكثر بتاريخ نوتي دوغ وعملية تطوير ثلاثية كراش، لأن تفاصيل كثيرة ممكن نتكلم عنها في فيديو ثاني في حال شفت إقبال على هذا الفيديو. على العموم، كراش تيم ريسينج اصدرت في سنة 1999، وقبل ما ندخل بتفاصيل أكثر حاب أتكلم عن ألعاب الكارت عامة. البداية الفعلية لألعاب الكارت كانت مع سوبر ماريو كارت في سنة 1992، وهي حطت الأسس لألعاب الكارت اللي جت من بعدها. وشفنا ألعاب كثيرة قدمت ألعاب الكارت، شفنا في محاولات من سيجا بتقديم ألعاب سونيك دريفت على الجيم جير، وشفنا فريق التطوير رير قدم لعبة ديدي كونغ ريسينج واللي نجحت بشكل مبهر، وتعتبر هي ثامن أفضل لعبة مبيعا على جهاز النينتندو 64. واللي يهمنا اليوم هو لعبة كراش تيم ريسينج. بنعرف من وين جت فكرة اللعبة وشنو المشاكل اللي واجهتهم في عملية التطوير، وهل نجحت أو فشلت ووين انتهت. والحين بعد هالمقدمة الطويلة خلونا نبلش. بدأت عملية تطوير كراش تيم ريسينج بشكل مختلف جدا عن الشكل النهائي. الشخصية الرئيسية كانت مجهولة الهوية وما لها أي علاقة بكراش، لكن بعد ما نوتي دوغ عرضوا المشروع على شركة سوني، اقترحت شركة سوني أن شخصية كراش وعالمها بيكون شيء مناسب للعبتهم، وهالشيء خلى سوني توافق وتوقع عقد مع يونيفرسال. طبعا قبل ما تسأل شنو دخل يونيفرسال بالموضوع، هذه قصة طويلة ممكن نتكلم عنها بفيديو ثاني له علاقة بتاريخ ثلاثية كراش. على العموم، عملية تطوير كراش تيم ريسينج بدأت فعليا بعد كراش بانديكوت 2، أما المحرك المستخدم كان هو نفس محرك لعبة كراش الجزء الثالث. عملية التطوير خلت 8 شهور وبميزانية تقريبا $2.5 مليون، وكانت خطوتهم الأولى قبل ما تبدأ عملية التطوير أنهم صمموا مرحلة طبق الأصل من لعبة ديدي كونغ، وكان الهدف هو معرفة حدود جهاز البلايستيشن 1، لأن كان هدفهم من البداية هو تقديم عالم ومراحل بنفس حجم ديدي كونغ، وكانوا يبون يعرفون إذا الجهاز يقدر يقدم اللعب الجماعي بشاشة منغسمة لأربع لاعبين أو لا قبل ما يبدؤون عملية التطوير الفعلية، وهذا شيء طبيعي حتى تحدد خطة تمشي عليها بعملية التطوير. وكانت كراش ريسينج في البداية ما تختلف عن ألعاب الكارت الثانية، فقرروا أنهم يضيفون خاصية التسارع أو التيربو عشان تتميز عن غيرها، أما باقي الأمور أغلبها مقتبسة من لعبة ديدي كونغ، مثل تقديم طور مغامرة وخريطة تتنقل فيها وعوالم مختلفة وقتال زعماء، واللي شخصيا دائما ما طالت بوجوده بألعاب ماريو كارت، لأن قتال الزعماء في لعبة كراش هو أحد أبرز الأشياء اللي خليها لعبة مميزة جدا عندي. كراش تيم ريسينج لعبة اقتبست أمور كثيرة من لعبة ديدي كونغ ريسينج، حتى فكرة القصة والزعيم الأخير تقريبا فكرتهم واحدة. في لعبة ديدي كونغ شخص اسمه ويسبيك جاء من كوكب ثاني قرر أنه يغزو جزيرة تيمبر، وفي لعبة كراش تيم ريسينج أوكسايد جاء من الفضاء يغزو عالم كراش ويتعدام في سباق. لكن هذا مو معنى الكلام أن كراش تيم ريسينج هي لعبة طبق الأصل من ديدي كونغ، لا طبعا، هي كانت مصدر إلهام قوي لهم، لكن كراش تيم ريسينج ضافت بعض الأمور اللي تميزها عن غيرها، مثل ما ذكرنا بالبداية خاصية التسارع وأنشطة مختلفة ممكن تخليك تلعب لفترات طويلة، مثل تحديات الوقت، المفاتيح اللي تجمعها والأحرف اللي موجودة في كل مرحلة. هذا ناهيك عن الأسلحة المميزة اللي تقدمها اللعبة مثل TNT، أكو أكو والصواريخ وغيرها من الأسلحة اللي كلها أدوات موجودة بعالم كراش الأصلية، وقدروا يضيفونها بطريقة عبقرية تتماشى مع ألعاب الكارت العصرية في ذاك الزمن. وهذا غير أن الشخصيات واختلافها عن بعض وتصميم المراحل الممتع، طرق مختصرة صعب توصل لها، الأحرف اللي تحتاج تجمعها في حال كنت بتجيب 100% باللعبة أماكنهم صعبة توصل لهم، وتشجع الاحتراف باللعبة. وصح بالبداية قلت أن الزعيم الأخير حق لعبة كراش فكرتها مشابهة للعبة ديدي كونغ، لكن على الأقل ويسبك ما يغش بالسباق نفس أوكسايد. وبصراحة شخصية أوكسايد من الشخصيات اللي ما تنسي، وما تدري كيف كنت أنزعج في كل مرة أخسر فيها وأشوفه يغش بالسباق، وفي كل مرة أخسر فيها كنت أقول لو أنه ما غش بالسباق كان فزت عليه. على العموم، بعد ما كبرت بالعمر صارت لعبة كراش تيم ريسينج لها ذكرى جميلة بسبب هالموقف، وما أنكر أن قتال الزعماء كان من أمتع الأشياء اللي كنت أقضي وقت فيها بلعبة كراش تيم ريسينج. أتكلم عن ريبر رو اللي كان المفروض يتكلم لأول مرة ويقول هل أنت مجنون بما فيه الكفاية لتسابقني؟ أنا من سواجه أوكسايد في السباق الكبير. لكن الغريب بالموضوع أن النسخة اليابانية ريبر رو تكلم عادي، بينما النسخة النهائية بالغرب اكتفى بضحكته المشهورة.
وعلى طاري أوكسايد اللي قبل شوي تكلمنا عنه، على كلام المطورين أن شخصية أوكسايد كان المفروض يكون شخصية قابلة للعب، وأنك تقدر تفتح الشخصية بعد ما تخلص اللعبة وتجمع مفاتيح وكريستال كفاية، لكن ألغوا الفكرة بسبب محدودية ذاكرة جهاز بلايستيشن 1. كراش نايترو كارت، اللعبة اللي كانت نسخة محسنة من كراش تيم ريسينج، وشي طبيعي كونها في بداية عملية التطوير تحت اسم كراش تيم ريسينج 2. هاللعبة كانت من تطوير ترابلر تيل اللي طوروا لعبة كراش راث اوف كارتكس، وكانت فكرة كراش نايترو كارت بالبداية يضيفون شي غريب ان السيارة اللي تستخدمها ممكن تتضرر مع الوقت الا ان تضطر انك تمشي بعجلة واحدة، وممكن تجمع اجزاء السيارة مع الادوات اللي راح تتوفر بالمضمار. بصراحة اشوف انها فكرة سيئة، والحمد لله انها ما تطبقت. الهدف من العاب الكارت تكون بسيطة، وهذا التعقيد ما بيكون في مصلحة العاب الكارت. العموم فريق التطوير ترافلرز تيل ما استمر في عملية تطوير كراش نايترو كارت، وعطى المشروع حق فريق التطوير في كاريوس فيجن اللي قدم واحدة من افضل العاب كراش، كراش توينسانيتي. فريق التطوير في كاريوس فيجن قدر يكمل على المشروع وقدم تجربة ما تقل اهمية عن كراش تيم ريسينج، وبصراحة في ذاك الوقت ما كنت ادري ان هاللعبة من فريق تطوير مختلف عن اللعبة الاولى. تنقل حر في عوالم مختلفة، تجميع كؤوس ومفاتيح وقتال زعماء ممتع، تصميم مراحل رائع وطرق مختصرة واحرف تجمعها. اللي اقدر اقوله ان كراش نايترو كارت هي نسخة مطورة من الجزء الاول، وحتى القصة ما تختلف عن الجزء السابق وتكمل عليها، لكن هالمرة بدل ما يكون في غزو تم استدعاء سكان الارض الى الفضاء من قبل حاكم المجرات فيلو 27. كونه سمع عن خسارة نايترو اكسايد والحادثة اللي صارت ما بينه وبين كوكب الارض ومهارة كراش في خوض سباق السيارات، فقرر هذا الحاكم ان يستدعي كراش وربع عشان ينافسهم بنفسه. يمكن اللي يميز هالجزء عن اللي قبله هو كثرة العروض السينمائية والاهتمام فيها، كون جهاز البلايستيشن 2 افضل تقنيا، وحتى شخصية مثل نايترو اكسايد اخيرا صارت شخصية قابلة للعب، لكن ما حسيت بهيبته نفس ما كان بالجزء الاول. ويمكن هالشعور حاشني لانهم عاملوا نايترو اكسايد على انه شخصية عادية في هالجزء. العموم كراش نايترو كارت على الرغم انهم حاولوا تقديم جزء ثاني وقدموا اطوار جديدة، الا ان هالجزء كانت الاراء حوله خليط ما بين معارض ومرحب، ما بين تقييم مرتفع ومنخفضة، ما بين محب وكاره بالجزء. انا شخصيا كنت من محبين هذا الجزء واشوف انه كان لا بأس فيه، لكن اتوقع كلنا نتفق ان اللعبة القادمة من كراش ريسينج كانت سيئة. It's only a matter of time before we do away with these meddlesome rodents forever. كراش تاغ تيم، هاللعبة اللي من تطوير راديكال انترتينمنت. على الورق كان كل شيء ممتع، لكن هاللعبة للأسف انسفت كل شيء سووه نوتي دوغ وفيكاريوس فيجن. عن نفسي شريتها أول ما نزلت، وقتها ما كان في مراجعات أو مواقع نتابعها، وانصدمت من اللي شفته. تصميم المضمارات عادي وبسيط والتحكم سيء، أما عالم اللعبة كان مقسم إلى مراحل سباق ومراحل بلاتفورم. التنقل بالخريطة يكون طول الوقت عادي نفس ألعاب كراش العادية، بدل ما تستعمل سيارتك الخاصة وتتنقل نفس ما شفنا بالأجزاء السابقة. وحتى بعد في مناطق بلاتفورم ما بين كل مرحلة ومرحلة لازم تتجاوزها عشان تلعب السباق اللي بعده، والمشكلة ان البلاتفورمينج باللعبة كان ممل ومخرف. الفكرة اصلا سيئة، انا بألعب كارت ما بألعب بلاتفورم. هذا غير ان سباق السيارات نفسه عادي جدا. يمكن الشيء الوحيد اللي اهتموا فيه القصة والموسيقى اللي باللعبة، وبصراحة الموسيقى جدا مناسبة حق لعبة كراش وابدعوا فيها، وحتى المشاهد السينمائية كان فيها اهتمام واضح بغض النظر عن كون القصة عادية. على العموم بعدها ما شفنا ولا لعبة كارت تحت اسم كراش لأكثر من 14 سنة. الآن جت أكتيفيجن وقدمت لنا ريماستر كراش تيم ريسينج من تطوير بيناكس، الفريق اللي أبدع في تطويره. إذا تحبون السباق أيتها المخلوقات الأرضية البطيئة؟ حسنا، أنا نايترو أوكسايد، أسرع متسابق في المجرة، ألف الدنيا بحثا عن مخلوقات أتسابق. مثل ما ذكرنا في بداية الموضوع أن سلسلة كراش بدأت في سنة 1996 وعاشت أفضل سنواتها في التسعينات، وبدأت تدريجياً السلسلة تغل شعبيتها بسبب التدهور الحاصل. يمكن سلسلة كراش أكثر عنوان تنقل ما بين المطورين وشركات النشر، هالعنوان مر على 7 مطورين مختلفين وأربع شركات نشر إلى أن استغرت بالنهاية عند أكتيفيجن. ولك تتخيل أن آخر إصدار لسلسلة كراش كان في 2008 بعنوان كراش مايند أوفر ميوتنت، أما آخر لعبة كارت كانت ب 2005. كانت رجعة كراش شبه مستحيلة إلى أن جت أكتيفيجن وقدمت ريماستر بعنوان كراش بانديكوت إنسين تريلوجي، واللي كان الكشف الأول لها في أحد مؤتمرات سوني. وبعد نجاح الريماستر
فتح باب لنا باب جديد لعودة كراش بريماستر ثاني بعنوان كراش نايترو فيولد، وهي تجمع ما بين ثلاث ألعاب كارت. بالضبط أقصد الألعاب الثلاث اللي تكلمنا عنها بالفيديو، كراش تيم ريسنج، كراش نايترو كارت، وكراش تاك تيم. كون كراش تاك تيم ريسنج وكراش نايترو كارت تقريبا نفس أسلوب اللعب، وكراش تاك تيم لعبة سباق سيارات ما حد مهتم فيها، قرروا أنهم يقدمون الريماستر الجديد للثلاثية بلعبة واحدة. الأساس هو الجزء الأول بمراحله وعالمه وقصته، لكنهم ضافوا عليها مراحل كراش نايترو كارت وبعض مراحل كراش تاك تيم، واللي أشوفه خطوة ذكية من فريق التطوير بين ناكس. أنا ما بيدخل بتفاصيل الزيادة عن الريماستر، كل المراجعة موجودة بالغناء، فإذا حابين تعرفون أكثر عن اللعبة تقدرون تدخلون الرابط اللي بيكون موجود بآخر الفيديو، ولا تنسون إذا عجبكم الفيديو تضغطون زر اللايك وتشتركون بالغناء وتنشرون الفيديو. كان معكم خالد خضر، سلام عليكم.